أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين للأعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة وما أدى إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات محذرة من انعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة وتتقدم الوزارة بخالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق في ضحايا الأعتداء وتمنيتها للجرحى بالشفاء العاجل كما اعربت الوزاره عن تقديرها للجهود المتواصله التي تبذلها جمهوريه مصر العربيه الشقيقه لاحتواء الوضع والعمل على التهدئه ووقف التصعيد للحفاظ على الارواح والممتلكات